تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطابعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. المعركة الكبرى بين المخابرات الصينية والأمريكية، القصة الكاملة. في 2010 وقعت معركة كبرى بين المخابرات الصينية والمخابرات الأمريكية. في 2018 نشرت وكالة نوفيستي الروسية للأنباء معلومات عن ذلك. قبل كده نيويورك تايمز تحدثت عن هذا الموضوع. إذا مصادرنا نيويورك تايمز ومصادرنا أيضا وكالة نوفيستي. المعركة دي زي ما قلت لحضراتكم إنه 2010 كانت المعركة الكبرى بين الجهازين. فما الذي جرى؟ الصين حضراتكم عارفين دلوقتي تاني اقتصاد في العالم، كمان شوية هتكون رقم واحد في العالم. الاقتصاد مجال رئيسي للتجسس. الصين بتصعد اقتصاديا وتصعد عسكريا وتصعد في النفوذ الإقليمي والدولي، وبالتالي منطقي أن التجسس عليها يزيد، وتلاقي مئات الجواسيس لصالح أمريكا وغير أمريكا تعمل في الصين، وبرضو في جواسيس صينيين بيعملوا حول العالم. فأمريكا مع الصعود الكبير للصين رمت جواسيس في كل مكان في الصين، وبقت أمريكا تسمع وترى كل ما يجري في الصين تقريبا طبقا لوكالة نوفيستي. جندت مسؤولين في الدولة الصينية على مستويات مختلفة، رجالتها منتشرين في كل مكان، عندها معلومات رهيبة باستمرار عما يجري في الصين على الصعيد السياسي والعسكري وعلى الصعيد الاقتصادي. وإذ فجأة بدأت أمريكا تلاقي المعلومات اللي بتجيلها في واشنطن قليلة قوي، المعلومات الاستخباراتية اللي بتيجي قليلة، يدوب بدأت تقل المعلومات، تاني شهر تقل أكتر، تالت شهر تقل أكتر، تاني سنة مفيش معلومات تقريبا. فما الذي جرى؟ أمريكا تأكدت طبقا لصحيفة نيويورك تايمز أنها هزمت استخباراتيا في الصين، وإن الصين ألحقت هزيمة كبرى بالاستخبارات الأمريكية. أمريكا بدأت تفكر إزاي الصينيين قدروا يعرفوا كل هذه الشبكة، إزاي الصينيين قدروا يلقوا القبض على كل هؤلاء الأشخاص بمعلومات دقيقة. الصين طبعا لما اكتشفت هذه الشبكة تعقبت أفرادها، سجلت لهم، يروحوا مطعم تلاقي ميكروفون تحت الترابيزة، يروحوا فندق تلاقي ميكروفون في ريسبشن، يروحوا أي مكان باستمرار، حتى الجرسونات هم في الاستخبارات الصينية، لغاية ما خدوا معلومات كتيرة جدا. في نفس الوقت كان الجواسيس الأمريكان عندهم ثقة زيادة في نفسهم أنهم اشتغلوا مدة سنوات طويلة بدرجة عالية جدا من الكفاءة، ثقة بقى لأنهم اشتغلوا كويس جدا، اخترقوا دوائر كتيرة جدا، جابوا معلومات كتيرة قوي. وفي هذه الحالة، حالة الاسترخاء والثقة، نفعت الصينيين بعد ما جابوا معلومات عنهم ان هم يراقبوهم في كل مكان. ثم قامت الصين بإعدام قرابة 30 مسؤول استخباراتي، 30 جاسوس إعدام، وفي بقى العشرات سجون لمدة طويلة، إنما يقدر الذين أعدموا أو الذين قتلوا عموما ما بين 20 إلى 30 مسؤول استخباراتي أو جواسيس لأمريكا في الصين. طيب الصين إزاي عرفت؟ ده السؤال بقى اللي مطروح في أمريكا. كيف اكتشفت الصين شبكة معقدة ومركبة بهذا المستوى؟ اتعمل اجتماع على نطاق واسع جدا، أفضل ضباط FBI، أفضل ضباط من CIA، من أجهزة استخبارات ستة في أمريكا، عملوا خلية عمل علشان يشوفوا ايه اللي حصل وازاي الصين قدرت تكتشف هذه الشبكة. طبعا كانوا قدام خيارين، اما ان الصين لها جواسيس بني ادمين موجودين في المخابرات الامريكية، يعني جندت زي اللي اتحدث فيه قبل كده، جندت ضباط في اجهزة المخابرات الامريكية وهم دول اللي ادوا بطريقة مباشرة للصينيين معلومات، جرى فحص هذا الأمر وتم اعتقال موظفة في وزارة الخارجية الأمريكية في تحويلات كتيرة جات لها من الصين، وجرى اعتقال ضابط أمريكي من أصل صيني راح فتح شركة في هونغ كونغ
وعايش فترة هناك وعنده أموال صينية كتيرة، خدوا موبايلاته واللابتوب، لقوا عنده معلومات كتيرة جدا عن مسؤولين وعن استخباراتيين أمريكان. إلا إنه استقر الرأي إنه لا دي ولا ده مفيش جواسيس بشريين موجودين تم تجنيدهم، إنما الموضوع كله هو معركة إلكترونية. إن قدرت الصين تخترق أجهزة الحاسوب الأمريكية وإنها تقرصن على أمريكا وتاخد كل هذه المعلومات اللي أخدتها. طبعا إنك تقتحم شبكة معلومات الاستخبارات الأمريكية، تجيب الجواسيس اللي موجودين في الصين وكل شخص اسمه ومكانه وبيعمل ايه في أي حتة، بتتكلم على هزيمة كبرى. شيء طبعا خيالي إن في ضربة واحدة بسبب نجاح إلكتروني في اختراق إلكتروني كبير تقدر الصين إن هي تنهي شبكة جاسوسية كبرى أمريكية في الصين. الصحف بتقول إنه 2010 تم الاكتشاف، 11/12 على 2013 تم تصفية الجميع، ما بين إعدام، ما بين بقى اللي هرب هرب، وما بين الباقي في السجن، ولم يعد هناك الكثير من الجواسيس الأمريكان في الصين. تقديرات الخبراء إن أمريكا قدامها سنين طويلة جدا علشان تعمل شبكة تجاسس في الصين بهذا الحجم وهذا المستوى، وتقديرات إن حتى ولا سنوات طويلة ممكن تعوض اللي حصل، لأن الصين بقت يقظة جدا، وإن الأمريكان ما تخيلوش، وهم متمكنين جدا استخباراتيا الأمريكان، ما تخيلوش إن الصينيين ممكن يقتحموا ويقدروا يخترقوا الحواجب الإلكترونية ويصلوا إلى كل هذه المعلومات. إذن دي معركة خطيرة جدا. أحد جوانبها الخطيرة أيضا ما يقال إن الصين ممكن تكون إدت هذه المعلومات إلى روسيا، والبعض بيقول غالبا الصين إدت المعلومات لروسيا. ليه؟ لأنه في نفس التوقيت اختفى كتير من جواسيس أمريكا في روسيا. يبقى إذن ممكن تكون هزيمة مزدوجة، إن الصين وروسيا قدروا إن هم يقضوا على شبكات تجسس كبرى أمريكية موجودة في البلدين. هذه قصة معركة خطيرة جدا، نقلت بعض وقائعها نيويورك تايمز، ونقل الكثير من تفاصيلها أو نقلت الكثير من تفاصيلها وكالة نوفيستي الروسية للأنباء. البعض يتحدث عن السيد الرئيس مايك بينس. دلوقتي البعض مش بيتكلم بقى إن الرئيس ترامب عنده أزمة، البعض بيتكلم الرئيس الأمريكي مايك بينس، إن نائب الرئيس ممكن قريب جدا يصبح الرئيس بعد عزل الرئيس دونالد ترامب. ترامب واجه صعوبات كبيرة جدا، اتهامين كبار جدا، اتهام مالي، وده فيه بقى تحتيه اتهامات كتيرة سواء للمحامي أو مدير الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، سواء مصارف وبنوك، سواء حسابات أجنبية، حسابات بداخل أمريكا، سواء تهرب ضريبي، سواء رشاوى، كل هذا الكلام، غسيل أموال، كل هذه الاتهامات، وكذلك دفع أموال من الحملة الانتخابية لممثلتين إباحيتين عشان يصمتوا عن علاقات سابقة. كل هذا الكلام الذي هو الآن موضع تحقيق قدام محكمة منهاتن، ده كله سياق اللي هو اتهامات مالية. الاتهام الثاني هو اتهام التعاون مع روسيا، أو أن روسيا ساعدت الرئيس ترامب في الوصول إلى السلطة في شهر نوفمبر في انتخابات الكونغرس. إذا الديمقراطيين فازوا هيتم عزل الرئيس على الأرجح. في تقديرات إن الديمقراطيين فعلا ممكن يفوزوا وإنه يتم عزل الرئيس ترامب. البعض بيقول ممكن يتجاوز ويكمل، لكن الاستراتيجية دايما بتفكر في كل الاحتمالات. يعني أول ما تلاقي الرئيس ترامب بيحاكم في منهاتن، البعض يقعد يتأمل هذه المحاكمة، لكن ده ينفع للجمهور، إنما السياسيين، مراكز البحث والدراسات، المحللين، لا، لازم يفكر فورا. احنا قدام احتمالات ان ترامب ينجو من هذا الامر يعدي، وفي هذه الحالة قدام احتمالات تانية، ان هو هل هيعدي قوي ولا يعدي ضعيف، وهل يعدي بحرب على سوريا
ولا حرب على إيران ولا يعدي من غير حرب؟ ما هو ممكن ترامب نتيجة المحاكمة دي تيجي على دماغ المنطقة هنا، إن فنلاقي حرب كبرى في الشرق الأوسط والعالم العربي علشان الرئيس ترامب ينجو من المحاكمة في منهاتن. يبقى إذن مراكز الدراسات تشتغل على إنه هل الرئيس ترامب هيكمل ولا لا؟ لو كمل هيكمل بحرب ولا بدون حرب؟ لو كمل بحرب هل على إيران ولا حروب صغيرة في الشرق الأوسط تشعل كل الشرق الأوسط؟ ولا هل الرئيس ترامب هينهزم ويخرج؟ طيب لو خرج مين اللي هيجي؟ اللي هيجي منطقي هو نائب الرئيس مايك بنس. يبقى من دلوقتي لازم تشتغل مراكز الدراسات على الفكر السياسي عند الرئيس المحتمل مايك بنس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي الآن. من هو الرئيس المحتمل مايك بنس؟ ما هي أفكاره السياسية؟ كيف يرى المنطقة؟ طبعا للأسف ما ظهر من الرئيس المحتمل مايك بنس ليس جيدا بالنسبة للعالم العربي. هو مؤيد بقوة شديدة جدا لإسرائيل، يعني ما بيناقش في موضوع إسرائيل، يقف معاه تماما بدرجة 100%. هو معادي للفلسطينيين ومع تقليص أي مزايا مالية أو عطاءات مالية لهم في كل قضايا المنطقة، يقف إلى جانب إسرائيل. فالبعض طبعا كل ما سمعه عن مايك بنس في المنطقة ليس جيدا. لكن يا ترى إيه أفكاره الأخرى اللي خاصة بالوضع في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا أو الصومال؟ موقفه من حركات الإسلام السياسي، موقفه من الاقتصاد في المنطقة، موقفه من حاجات كتيرة جدا، بعضها واضح وبعضها غامض. مايك بنس مواليد 59، درس حقوق، اشتغل محامي، ترشح في انتخابات في الأول ما نجحش، قدم برنامج تلفزيوني اسمه مايك شو، مايك بنس، فبقى اسمه البرنامج بتاعه مايك شو. قدمه سنتين تقريبا، كان بيستضيف شخصيات كتيرة، وهو بيحتسب نفسه أنه مسيحي محافظ. هو أصلا كاثوليكي، وبالتالي لو كان كمل ككاثوليكي وبقى رئيس لأمريكا كان هيكون تاني رئيس كاثوليكي، لأن أمريكا فيها رئيس واحد كاثوليكي هو الرئيس جون كينيدي. إنما هو تحول من الكاثوليكية إلى البروتستانتية، فهو ممكن يبقى رئيس بروتستانتي في حال وصوله إلى السلطة. إنما الغريب إن مايك بنس وهو في الجامعة وهو بيدرس حقوق كان بيقول لزمايله أنا هكون رئيس لبلادي، وقال هذا الكلام على أساس إنه في كلام بيسمعه ذو طابع ديني، إن ربنا بيخطط له إن يكون رئيس لأمريكا في المستقبل. الكلام ده هو طالب جامعة وهو طالب في حقوق في إنديانا، هو طبعا كان حاكم إنديانا بعد كده، بس هو لسه طالب في الجامعة. طبقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز كان بيقول لزمايله إن ربنا اختاره علشان يكون رئيس لأمريكا، وإن هو في المستقبل هيكون رئيس لأمريكا. ثم كانت المفاجأة إن بقى حاكم إنديانا، ثم المفاجأة الأكبر نائب رئيس أمريكا، ثم المفاجأة الآن إن في حال عزل الرئيس ترامب سيصبح مايك بنس كما قال لزملائه أثناء الدراسة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. يجب دراسة الفكر السياسي والاقتصادي عند الرئيس المحتمل مايك بنس. مراكز الدراسات لا ينبغي أن تقف عند قراءة ما يجري، بل ينبغي أن تفكر ما الذي يمكن أن يجري. منظمة الخوز البيضاء، الرأي والرأي الآخر. منظمة الخوز البيضاء دي منظمة للدفاع المدني لكن مش حكومية في سوريا. 2013 تأسست، وبعدين بقوا 100 200 300 500 1000 2000 3000 4000، بقوا 4000 عضو في هذه المنظمة. فلوس المنظمة دي من أمريكا، في كلام 30 مليون دولار أو أكتر أخذوها من أمريكا، ثم دولارات كتيرة جدا من أوروبا. في رأيين في هذه المنظمة، رأي بيقول إنها منظمة ملائكية، ورأي بيقول إنها منظمة الشيطان. رأي بيقول إنها منظمة
شالت كتير جدا من المشاكل في سوريا، ورأي بيقول انها منظمة عميلة تعمل لصالح الاستعمار الغربي. هنا الرأي والرأي الآخر. نمرة واحد، الرأي اللي هو بيقول انها منظمة رائعة. الامريكان، الالمان، الانجليز، الفرنساويين، السويديين، اوروبا كلها تقريبا بتقول منظمة رائعة، اعضاؤها رجال شجعان. اتنين، هذه المنظمة رشحت لجائزة نوبل للسلام 2016. ثلاثة، هذه المنظمة تقول أنها أنقذت أكثر من 100,000 إنسان فيهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض. وهذه المنظمة اتعمل عنها فيلم وثائقي هنشوف الإعلان بتاعه بعد شوية، وهذا الفيلم حصل على جوائز كبيرة جدا في أوروبا. إنما الرأي الثاني بيقول أنها منظمة الشيطان، وأن هي منظمة عميلة ومتطرفة وجناح للقاعدة. وهؤلاء يدللون بما يلي. نمرة واحد، إن اللي أسس المنظمة مش سوريين، وإنما ضابط مخابرات بريطاني في اسطنبول دربهم على الإنقاذ من الزلازل، لكن في الواقع استخدموا لمشروع سياسي. نمرة اتنين في هذا الرأي، إنه تم إجلاء 800 منهم إلى إسرائيل، فزي هي منظمة بعيدة عن السياسة في الداخل، أول ما القوات الحكومية تكون موجودة بتهرب مباشرة، وإنه تم إجلاء 800 لإسرائيل بطلب من الرئيس ترامب ثم من إسرائيل إلى دول أخرى. نمرة ثلاثة، تعمل هذه المنظمة الخواز البيضاء في مناطق القاعدة والقاعدة فقط. نمرة أربعة، إن هذه المنظمة هي الوحيدة اللي قالت في استخدام سلاح كيماوي في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان. روسيا بتقول ان هم دلوقتي بيجهزوا يقولوا في استخدام اسلحة كيماوية في ادلب، وده كلام مش صحيح، انما عشان يقلبوا العالم عليهم. والنقطة الاخيرة، ان حكيت بقى ان هم انقذوا 100,000، واضح ان ده مجرد كلام، لا 100,000 ولا يحزنون، لان مش واضح اصلا لا وثائق ولا اسماء هؤلاء 100,000 طبقا لهذا الرأي. الروس والحكومة السورية رأيهم انها جماعة الشيطان، وان هي جماعة عميلة واستعمارية، وان هي جناح لتنظيم القاعدة. امريكا واوروبا ترى عكس ذلك، الا ان بعض شخصيات النخبة الامريكية رأيها زي رأي روسيا والحكومة السورية. مثلا السيناتور ريتشارد بلاك. السيناتور ريتشارد بلاك بيقول، هو كان سيناتور سابق في فيرجينيا، ان هم الجماعة دول تبع تنظيم القاعدة. في السفير بيتر فورد كان سفير امريكا في دمشق، بيقول برضو ان هم اعضاء في القاعدة. فيش اي دليل ان هم استخدموا الاسلحة، ان السوريين الجيش السوري استخدم الاسلحة الكيماوية، لكن هم عملوا هذا الاطار اللي هو مش صحيح، وانما تزييف وفبركة، وجابوا ناس تعرضوا لدخان عادي قالوا ده اسلحة كيماوية، رشوا الناس بالمية ومثلوا هذه المشاهد، لكن ما كانش فيه استخدام اسلحة كيماوية. ده كلام السفير بيتر فورد، وده كلام برضو السيناتور ريتشارد بلاك، ده سيناتور سابق وده سفير سابق لأمريكا في دمشق. إلا إن الرأي الرسمي الأمريكي والرأي الأوروبي الرسمي ورأي الاتحاد الأوروبي ورأي الأمم المتحدة، كل دول رأيهم أنها منظمة عظيمة وأنهم رجال شجعان. لكن الرأي الآخر إن هم عملاء الاستعمار وجزء من تنظيم القاعدة، ويعملون حيث يوجد المتطرفين فقط، ولا يوجدون في أماكن يتواجد فيها غير المتطرفين. لما شفت إعلان الفيلم ده اللي هو الخواز البيضاء، لقيت إن فيه أكتر من 1,000,000 مشاهدة على نتفليكس، إنما تقريبا النص مؤيد والنص معارض. فالرأي تجاه الخواز البيضاء إنها منظمة عميلة تقريبا يعادل الرأي بأنها منظمة إنسانية مش عميلة. وفي كل الأحوال منظمة زي كده بهذا العدد حتى لو أهدافها نبيلة هتكون عرضة لاختراقات كتيرة جدا. ده ممكن يتقال في نقاش الرأي اللي بيقول إنها منظمة عميلة. أما الرأي اللي بيقول إنها منظمة نبيلة تماما، المؤشرات اللي بيقولها الرأي الآخر لا يمكن إغفالها. في كل الأحوال ظهرت هذه المنظمة مثيرة للجدل، ولا تزال مثيرة للجدل، وربما تكون أساس
لضربات متتالية لسوريا بحجة استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل، هنشوف الأول ده الإعلان الرسمي عن الفيلم الوثائقي الخوذة البيضاء اللي خد جايزة كبيرة جدا في أوروبا، لكنه وجه بهجوم كبير جدا في سوريا ومناطق أخرى. وهنا تقرير من يورو نيوز ينحاز تماما إلى منظمة الخوذة البيضاء السورية. ده بقى تقرير من الجهة الأخرى من روسيا اليوم ضد منظمة الخوذ البيضاء. موضوع بقى أن الرئيس ترامب كلم نتنياهو قال له انقل المئات دول من الخوذ البيضاء إلى إسرائيل، عمل ضجة كبيرة جدا، وده تقرير من دويتشفيلا الألمانية. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.